انك اسرى بس بغير طريقه، والانظار كلها مفتوحه علينا. جاي واحد يهددنا يقول راح اشعل الخيم فوقكم. قلت له بدال ما تشعل الخيم فوقنا وقفنا هناك صفنا كلها، هذا اطفال وهذا النساء، وقتلونا اخذوا ثاركم منه. ما رقبت داعش داعش داعش. انت انا بن داعشي، انت انا بكره يغلطون شارحين يغلطون. لو مش مو جايين هنا احسن، لو ميتين احسن. انا من يوم يقوم يحكون علينا دواعش ما دواعش.